هو الرابع عشر من شهر فبراير لسنة 2015 للميلاد. في هذا السباق الذي يأتينا بدعم مستمر من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبمتابعة وإشراف مستمر من ولي العهد الأمين سمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على الخير والمحبة واللقاء تنطلق هذه الأسماء، وأسماء ها هنا صالت وجالت في هذا الميدان وفي شتى ميادين الخليج العربي، مباشرة إلى تعداد الأسماء الأولى 17 اسما و17 شوطا سوف تنطلق في هذا اليوم، مباشرة إلى المركز الأول، مباشرة مع الصدارة، مباشرة مع ضبية. ناصر بن راشد بن سعيد الجابري هو قائدا، هو مسيطرا مع افتتاحة هذا النداء الأول لهذه الأسماء العملاقة. المركز الثاني هنالك الثريا على المركز الثاني، وتعود ملكية الثريا أيها الأخوة الكرام للسيد عبد الله محمد بن عبد الله بن معضد النيادي على المركز الثاني، بينما بدوري الحق المركز الثالث، وهنالك القدوم من غارة علي بن محمد بن ناصر الشنقل المري على المركز الثالث، هو في المركز الرابع. هنالك الشاهنية للسيد هزاع بن غلام بن موسى البلوشي على رابع الأسماء، وفي المركز الخامس هنالك الكورة حمود بن سالم بن سلم بن محمد الابتبي. يا مرحبا يا أبو سالم بهذا الشعار الرائع والمتميز، بينما هنالك القدوم أيضا من أشواق. الله يا أشواق، أشواق مع المزروعي محمد بن سيف بن مايد المزروعي على المرتبة السادسة، وهي تحمل الرقم 6، بينما على المركز السابع هنالك إحساس حمد بن حميد بن هلال الدرعي مع هذا الإحساس الصباحي، مع هذا التألق الصباحي، بينما الزاوية الأخرى هنالك رسالة بن رشيد واضحة مع هذا التقدم خليفة بن سلطان بن رشيد الاكتبي، وكذلك وصول أيضا من قبل هذه الأسماء. هنالك صيط محمد بن حمود بن حمد بن ميرين مع هذه التقدم ومع هذه اللحظات، بينما المركز العاشر هنالك جبارة راشد بن سعيد بن علي الزرعي مع المركز العاشر. هذه العشرة الأسماء، هذه العشرة الشعارات، وأعود مع المقدمة، أعود مع الصدارة ومع المركز الأول ومع من حلقت ومع من قادت ومع من تقدمت بهذه اللحظات وبهذا التغيير السريع المبكر مع هذه الغارة القوية والرائعة. أهلا وسهلا بغارة، أهلا وسهلا بهذه الأسماء، أهلا وسهلا بكل الضيوف، أهلا بأبناء السعودية، أهلا بأبناء قطر، أهلا بأبناء عمان، أهلا بكل من وصل في هذا الميدان، ميدان الوثبة الذي دائما وأبدا يستبشر ويرحب بالجميع. هنالك غارة علي بن محمد بن ناصر الشنقل المري على المركز الأول وعلى الصدارة الأولى، بينما المركز الثاني هنالك الضبية ناصر بن راشد بن سعيد اليابري وعلى المركز الثالث، والتسلل الآن إلى المركز الثاني. هنالك الثريا، الثريا الساطعة بهذه النجوم الثلاثية وهذه الكوكبة التي تتلألأ مع التحدي ومع الإثارة والفوز لمحمد بن عبد الله بن معضد النيادي.
والمركز الرابع الكورة لحمود بن سالم محمد ألف بي هنالك على المركز الرابع. المركز الخامس هنالك الشاهنية هزاعة بن غلام بن موسى البلوشي مع المركز الخامس. والمركز السادس الوصول أيضا من هذه الأسماء القادمة من هذه الشعارات الملاحقة والباحثة عن الفوز ومع الانتصار هنالك صيت محمد بن حمود بن حمد بن ميرين والتسلل من رسالة خليفة بن سلطان بن رشيد الاكتبي. وعلى المركز الثامن الوصول من إحساس حمد بن حميد بن هلال الدرعي. وعلى المركز هنالك التاسع الوصول أيضا من أشواق محمد بن سيف بن مايد المزروعي. وعلى المركز العاشر جبارة راشد بن سعيد بن علي الزرعي مع عاشر الأسماء. هذا هو النداء الثاني على التوالي للمراكز المتقدمة. وأعود مع المقدمة أعود هنالك مع هذه الغارة. الله 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 غارة 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 وضغوط على المراكز الأولى المتقدمة ولكن غارة. من استسلمت؟ من لم تستسلم ولكن استلمت هذه القيادة ورافعة هذا العلم والعلم الواضح بهذه الخطة الثابتة. ما شاء الله هنالك مع المركز الأول علي بن محمد بن ناصر بن علي الشنقل المري. المركز الثاني هنالك هالي العين هنالك الجابري مع ثاني الأسماء مع ثاني التقدمات مع هذه اللحظات الجميلة والسعيدة. الضبية ناصر بن راشد بن سعيد اليابري مع المركز الثاني. المركز الثالث أيها الأخوة الكرام هنالك الكورة حمود بن سالم بن مسلم بن محمد الاكتبي مع المركز الآن الثالث. هو على المركز الرابع المرتبة الرابعة مع الشاهنية هزاعة بن غلام بن موسى البلوشي مع رابع الأسماء. والدور دور المركز الخامس هنالك الثرية محمد بن عبد الله بن معضد النيادي. وعلى المركز السادس وصول من رسالة تبحث أيضا عن تقدم وهذه هي تصل بقوة رسالة خليفة بن سلطان بن رشيد الاكتبي. وبينما هنالك إحساس حميد أو حمد بن حميد بن هلال الدرعي ووصول من جبارة راشد بن سعيد بن علي الزرعي على المركز التاسع. وعاشر الأسماء أشواق محمد بن سيف بن مايد المزروعي. أعود بعد العشر أضع نقطة وسطر وأعود إلى المقدمة أعود. الله 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 يا الضيوف الكرام على هذه اللحظات الجميلة وعلى هذا التحدي وعلى هذه الإثارات القوية منذ الانطلاقة أو بعد الكيلو المتر النهائي. وهذه هي غارة تحلق في المركز الأول وتقودها من الأسماء التي شاركت ولم تشارك من فراغ في الشوط الأول الرئيسي وإنما هنالك تحمل سجل ذهبي تحمل رسالة واضحة بدأت تهدد الأسماء المتقدمة الكيلو المتر النهائي. الله 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 رسالة على المركز الأول وغارة وغارة ورسالة على تنافس ولكن غارة واضحة غارة قوية غارة مميزة غارة واضحة بشكلها وبلونها وبعطائها وباندفاعها الذي أهلها إلى هذه المرتبة المشرفة مع علي بن محمد بن ناصر بن علي بن الشنقل المري. والمركز الثاني هنالك ضبي ناصر بن راشد بن سعيد اليابري. والمركز الثالث يبدو أنها تبغى تودي الرسالة إلى الناموس. هذه هي رسالة بالفعل وصلت كما حدثتكم عنها. والمركز الثاني هنالك أيضا ضبي ناصر بن راشد بن سعيد اليابري. يا سلام والتسلل من الجهة الأخرى. الله 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 يا سلام صيت محمد بن حمود بن حمد بن ميرين هنالك على الصدارة الأولى وعلى المركز الأول وعلى الصدارة. سلام وتحية واحترام على هذه العروض الجميلة. هنالك صيت وضبي وكذلك إحساس والوصول من رسالة على المركز الرابع. ولكن صيت جميل صوت النداء صوت الناموس تقدم مع الناموس. سلام يا بن ميرين سلام محمد بن حمود بن حمد أيضا مع الناموس مع السلام مع التحية مع القوة والانطلاق. هكذا القوة وإلا فلا صيت مع المركز الأول ضبية مع المركز الثاني رسالة لخليفة بن سلطان بن رشيد. ثالثا المركز الرابع هنالك أيضا إحساس حمد بن حميد بن هلال الدرعي. وبينما هنالك الوصول
من المركز الخامس غاره لعلي بن محمد بن ناصر بن علي الشنقل. هكذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء راينا الناموس وراينا الفوز والانتصار مع المركز الاول ومع التهاني ومع السلامات ذهبت الى مالك صيط محمد بن حمود بن حمد بن ميرين على الفوز والتوقيت الزمني. تهانينا والناموس لكتبي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني كانت ضبيه لناصر بن راشد بن سعيد اليابري، والثالثا كانت رساله خليفه بن سلطان بن رشيد لكتبي. بينما التوقيت الزمني الذي رافقنا في هذه الرحله الفائزه بالفوز والانتصار 9 دقائق مشاهدينا متابعينا الاعزاء. هذه هي صيط و35 و9 أجزاء من الثواني ما شاء الله. سلام وتحية لبن ميرين على هذا الفوز وعلى هذا الانطلاق الرائع. بينما ضبية لناصر بن راشد بن سعيد اليابري قدمت عروض رائعة وكان توقيتها الزمن 9 دقائق مشاهدينا متابعينا الأعزاء 36 و5 أجزاء من الثواني. التهنئة أيضا لهذا البطل العملاق ناصر بن راشد بن سعيد اليابري. بينما من حلت مع المرتبة الثالثة فكانت رسالة لخليفة بن سلطان بن رشيد الكتبي وتوقيتها الزمن 9 دقائق 36 و9 أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس أيها الأخوة لكل الفائزين. هكذا مشاهدينا متابعينا.